بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المشاهدين، قام البيت الثقافي فيلم سيب بزيارة لبيت الحاج أم عبد الله، والممثل بالسيد منتظر الحيالي والسيد أسامة عدنان للاطلاع على عملية صناعة قيمر السدة. كونوا ويانا، راح نوافيكم بكل التفاصيل، خليكم ويانا. بابل مدينة النخيل والفواكه، ينصفها شط الحلة، وهو فرع من فروع نهر الفرات، حيث انتشار البساتين والأراضي الخصبة، وكانت وراء اعتناء هذه المناطق بالثروة الحيوانية، ومنها الجاموس والأبقار، والتي كانت أساس صناعة القيمر، لا سيما في سدة الهندية، غربي محافظة بابل، حيث عذوبة نهر الفرات، والمناخ المعتدل، وبساطة أهلها جعل منها تحكي قصة أشهى فطور عراقي ذاع صيته في العديد من البلدان، حتى وصل إلى دول الخليج وعبر حدود البحر للدول الأوروبية. ومن تلك البيوت الريفية البسيطة بيت أم عبد الله، حيث تشم رائحة الحليب الممزوج مع القيمر، والتي أصبحت الأمثال تضرب بجمال منظر القيمر ونكهته الرائعة، حتى صار يستخدم مصطلح قيمر السد في الغزل ليعبر العاشق فيه عن جمال وجه حبيبته. تتم عملية الحلب للجاموس صباحا ومساء، إذ لا يوجد فرق في عملية الحلب أثناء الصباح أو المساء. نأخذ الحليب صباحا ويوضع في مكان بارد، ويؤخذ الحليب في الحلبة الثانية عصرا ويمزجان معا، ثم يوضع في طشت كبير ويغلى إلى درجة حرارة عالية، ثم يغطى بسلة، ثم توضع فوق السلة قطع من القماش لكي تحافظ على درجة الحرارة. نتركه من 6 إلى 7 ساعات، ثم تزال قطعة القماش ويترك على الهواء الطلق لمدة 6 ساعات، ومن ثم يوضع فيه قطع من الثلج، إذ يقوم الثلج بفصل مادة القيمر عن الحليب الخام. يؤخذ القيمر ويوضع في أواني ويرسل إلى الأسواق، وهنالك أسواق في سدة الهندية تعتبر هي الوكيل الحصري لقيمر الحاجة أم عبد الله، وهي أسواق الموسوي. وكان للحاجة أم عبد الله 5 أبناء، إذ ورث الحاج عبد الله عملية صناعة القيمر من والدته المرحومة، ولدى الحاج عبد الله 7 أولاد يعاونوه في عملية صناعة القيمر والحلب والرعي وكافة الأعمال الزراعية، ويقومون باستمرار بإطعام وسقي المواشي، ويستخدم الجاموس الفراتي إذ يكون له حليب خاص من ناحية التكوين ويختلف عن أنواع الجاموس الأخرى. وهناك عدة أنواع مهمة من الأعلاف التي تساعد الجاموس في إنتاج حليب ذو نوعية جيدة، وهي القطن والجت العراقي والسحالة والنخالة مع البو، وهو عود سنابل الشلب النجفي، والذي يقدم للمواشي في الشتاء حصرا، أما في الصيف فيكون تبن الحنطة هو الغذاء الرئيسي. واليوم احنا التقينا بابن الحاج أم عبد الله، اللي هي أول من صنع قيمر السدة، واللي اشتهر عن طريقها هي، وراح نوافيكم بكل التفاصيل، وراح يكون لنا لقاء شخصي مع ابن الحاج أم عبد الله، فكونوا ويانا. أنا عبد الله كاظم حسن، عبد الله كاظم حسن سياف، ولدت عام 1959 59. تعرف أنا ما وصلت للسادس، لا اي للخامس، وبطلت من المدرسة لأن عندنا حلال، وقبل العالم مو مثل هسه يعني مدارس ويردون وهذا، لا اجت مواليدي لبست عسكري، سرحت من الجيش، الوالدة توفت الله يرحمها، استلمت أنا الكبير، أنا أكبر واحد من أخوتي، إي أنا اللي استلمته، قيمر عبد الله اشتهر يعني من زمان، بالستينات، في الستينات، تجي العالم تاخذ قيمر من سد، اشتهر اللي 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 ناس واحد من واحد اشتهر، وصل إلى مرحلة وين ما اشتصور، قلت لك يعني طلع لندن، طلعوا لبنان، هذا الخليج، خذوا قيمر.
ايه قمر اشتهر قمر عبد الله، وزان شان السياحه بالسده لا تنسى سياحه. يعني حج الاقبال السياحي على مدينه السده كان له دور الدور بالضبط ازدهار، وما يعني مو بس الاسعار ازدهار وتسويق قمر السده. اي بالضبط. اكو كان لكم منافسين بالمدينه؟ اكو قمر ليش شويه العراق ما بيه هواي. لا لا لا. اي اكو 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 المسيب والسده يعني، بس ما يصير مثل قمر يستحي قديم بالسده. صار لك عمر انا ولدت بالسده ابعد مكان وصل لك قمر السده. والله ابعد مكان بالعالم، ابعد مكان وصل الى القمر. وصل الى القمر يمكن ما اعرف ولد كان بحثه ودوه ضابط عسكري ودوه بحثه اجى لهنا قال لهم اريد اخذ قمر من بيت ام عبد الله. واخذ من عندنا اكو 3 كيلوات او 4 حد الان اتذكرهن. لوين؟ لندن. لندن. اي وبعد؟ بعد هاي اللي اعرفها انا. بعد وين راحوا؟ لبنان قلت لبنان. هاي لبنان عادي قريبه. آه دول الخليج الكويت ذن يعتبر قريبات. اه والله ذن يمشون قريبات واصل يعني واصل واصل دول الوطن العربي. ايه مين يسالون احتياجي لما يقعدون يسالون يقولوا له انت القمر مين جبته هذا؟ ايش قمر طيب معاكم منه؟ يقول لهم السده. هل وصل اشتهر هو نفسه صدام دز على القمر وجد السده. ايه؟ وصدام حمايه عنده هنا يجون قبل مباشر علينا. بس الوالده خل احكي لك. ايه؟ الوالده سرق تعرف سرق مثلا انت لا تجي تريد لك كيلو قمر او كيلو قمر، وقالت لك يوم الجمعه. يوم الجمعه هسه لو مو صدام يجي الطرده الطرده. مرة قالوا له احنا حماية ماشيين هنا بخور راحتهم عليه. قالت له قل له صدام هو يحب النظام حجية يعني انسانة متكلمة. قالت له قل له صدام باكر ماكو قمر، يوم السبت تاخذ قمر وش يريد يسوي؟ لا غلط يجيني او يدز علي انا اروح له او صحيح. هم رايحين له وقايلين له قايل لهم صح انسانة ملتزمة وجيد جدا. هو مو زين هذا ما تكيفوا ليل الملتزم يعني طردهم ما هذا. وقالها ايش تردين بوقته؟ هذا معمل مال علف للحيوانات لا تردين هاي ورقه من عندي خلها. قالت لك ايش ما اريد اني شيء يكفيني واشتريه وعندي فلوس والحمد لله وكل شيء ما اريد، كل شيء ما اريد من عندك. زين حجي جوده نوعيه الجيمر والجوده مالته؟ الحليب جيد. قلت لك الاكل ماله جيد يقطع جودته جيد يعني نفس الجوده. نعم نفس الجوده. عبد الله ايه نفس الجوده ما تغيرت. لا ابد 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 ما تغير ما تغيرت. بس وحده قليل صار. ايه الكميه قليله. الكميه ايه الكميه قليله. حجي اكو اغنيه ايه قمر مع عبد الله. قمر السده. قمر السده. هدق قمر. والله هذه ما اعرف عنها. لا ما اعرف عنها بس هم غنوا بالاذاعه وانتهت. ما اعرف عن هذا. ينضرب. اي قمر السده. قمر السده. اي ما هذول انت لا تنسى الشعراء يكتبون. اي سجل شاعر يسجل قمر السده ويريد يرتب له اغنيه وعلى حل. كان احنا هم مزدور. احنا عندنا مي ما احتاج انا مي حلو. اثر عليكم؟ اي اي اثر شويه اثر. الزراعه ماكو حشيش ما عاد من نزرع يعني خفض مستوى المي. اي يعني ابو علي حبيت اسالك. حبيت اسالك سابقا توفير الاعلاف. اي ذكرت لي انه سابقا تمتلك 100 راس. اي حاليا 10 صعوبه توفر اعلاف. اعلاف نعم. شنو اللي صار اللي خلاك ما تقدر توفر اعلاف هاي العشره؟ صار لان العلف غالي. العلف غالي ما تقدر بين ما تجيب لي 100 اجيب لي نقول بمليون، بين ما هسه ذني ال 100 يرد لي 5 ملايين او 6 من اجيب. شنو اللي السبب اللي ما جاي يدعم ما جاي يدعمونا الدوله ما جاي تدعمنا يعني. بين ما قبل كان اودي لي دبه حليب يعطون ايش قد يسجلوا لك. يعني في هذه الحاله معامل الالبان اي من غلقت مو زين اثرت عليك؟ اي اثرت نعم. شلون ما اثرت؟ تاثير كامل
تأثيره صار بس على الأعلاف، توفير الأعلاف أيه. أكو غير تأثير؟ لا هو أهم شيء الأعلاف. أنت تهسه بالبيت يجيبوا لك خبزة أكل وماكو طحين وظل، مين لك خبز؟ مين يجيب لك؟ إحنا أهم شيء الأعلاف. أهم شيء الأعلاف. أهم شيء دعم الدولة تدعمنا، مو بدون حليب. خلي المعامل يرحن يسوي الطن العلف، نقول 150 روح 200. انت تروح للمعمل عندك كتاب الزراعه، هي تسوي نفسها زراعه، تسوي وتعطيك وتمشي. هسه ماكو، ماكو كل شيء، اي دعم من اي دعم من الدوله ماكو. ماكو وانخفاض حد مستوى المي، المياه اها المياه ان الارض مشلها ما توصل. ما حد تزرع، انت تزرع لك خمس دواني جد الهن ياكلن، بين ماكو مي مين يزرع؟ ما يصير. اهم شيء المي، اهم شيء المي ماكو يعني. بس هسه من العام والسنه زين المي، يعني صار له سنتين، اخر سنتين زين. اي من العام والسنه زين المي، راح له المي ما يخالف هسه المي سكر. يعني اللي اثر على عملكم اي انخفاض مستوى المياه اي واغلاق معامل الحليب، حليب والعلف ماكو دعم. نعم قله الدعم الحكومي او انعدام الدعم الحكومي ماكو. وزين شو اسمه، هي الحكومه ما تدعم، هو ما ياخذون الحليب، نطل المعامل، خلي فتح المعامل نطل. بس هو مو ببغداد، انا هنا بالسده والبغداد، وين مين اجيب؟ صحيح. سبب تركك الدراسه؟ ترك السبب ما عندنا احد. نعم. واحنا عايشين، احنا حلالنا عايشين بيه، لازم يريد كادر. نعم.